آسيوية. وأذكروني يعلم جيدا بأنه هو التحدي الكبير. الكرة موجودة الآن، خلبان ما فيها شيء، بيريرا يا سلام يا سلام على هدف يسجله خلبان مبارك بأقدام ليوناردو بيريرا. التمريرة هي علي مبخوت نقلها إلى خلبان، علي خلبان تمريرة إلى علي يا سلام يا علي مبخوت أصبح سلام يا عيني على الكنترول. خلبان أعاد إلى ليوناردو يا سلام، ليوناردو بيريرا يسجل الثنائية الجميلة بقدم أن يقود الفريق إلى الصعود إلى دوري المحترف. بصفر كرة سريعة، ناصر بارازايت يحاول فيها، ناصر مع الكرة داخل المنطقة بتنحط، أوه على كرة، الله على لعبة، الله على هدف جزراوي يسجل أرنس أسانتي في الدقيقة 20 من عمر المباراة. واحد الجزء صغار السن، ملعوبة الكرة أمامية، حسن أمين، أرنس أسانتي، الله 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 الله، حتى بالملي حتى بالسنتي في مرمى الحارس عبد الله التميمي. فارس بينية ملعوبة في مكان سليم، خلفان، الله 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 على مزاجك يا رايق، والله على هدف جميل، والله على تمريرة أحلى كانت من فارس جمعة. الأول اللي كان يتبادل فيه الفريقين الهجمات، ولكن كان الحسم لاعبي فريق الجزيرة الآن. الله 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 يا عبد الله رمضان، صاروخ في مرمى عبد الله تقدم، ممكن ناصر يحط الخامس، الله خامس الأهداف، لأن أغلب مشاركات الجزيرة وهذه كرة خطيرة، جول جول، الله هي جزراوية، بداية مثيرة لفخر العاصمة عن طريق الجزيرة بهذه النقلات الجميلة، ليوناردو وفرصة الثاني، خطرة، الله 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 الله، يا لعيب عبد الله رمضان يجعل الجزيرة يبتسم في مناسبة، لكن الجزراوي الآن يأتي بهدف ثالث والجزيرة، الله يا ليوناردو بيريرا، أسياني تغيير اتجاه اللعب، وهذه فرصة للجزيرة الباحث عن أكثر من ثلاثية، يضرب رباعية بالأربعة، هذا فخر العاصمة وهذه أخبار وأفضل، وعندنا كرة الآن جزراوية، تمريرات متتالية، هذا الغاني الذي يعزف الأغاني، وأحمد ربيع، جول جول جول، بالخمسة يستعرض الجزيرة أحمد ربيع يسجل في أكثر من مناسبة، بينما هناك كورة خطيرة، الله مبسوط على التنفيذ، كرة في مكان، الله شقيق مايد ناصر، كرة موجودة الآن إلى بتروبا، بتروبا خطيرة يا عيني، يا سلام الصدارة ولا غير الصدارة إلى علي مبخوت راح، علي مبخوت لعبه خطيره، يا سلام، الله عليك يا بوجي، الله عليك يا بوجي، انت وعلي مبخوت، هذا ما بالدقائق الماضيه، كره موجوده الان عرضيه من لانزيني داخل منطقه الجزاء بالراس، والثالث من عبد الله موسى، ثلاثيه يا